أنت وحي ساميسي أنت وقبضا قبل هذا ذلك حلقان هذا عدو الربا أو قعنا قسيسا حالا دهان بني آذن نمي أو كجرنو أو نغو تاقيرتا سيدي دادكين اللو وقرقار لها إلهي با قرقار له وان أقام هاد علينينا مانتا نوحان أقل جوبنا سعودي عربيا أو سفيركا يوم أسس ذكين سلمان أي هل كان إنو فريان. وفي هذا السياق فإن حكومة المملكة العربية السعودية إيمانا منها بالواجب الإنساني والأخلاقي والديني تجاه الشعب الصومالي الشقيق ومن منطلق إيمانها الراسخ بأهمية الدور الإنساني والتنموي الفاعل الذي تقوم به تجاه الدول الشقيقة والصديقة المتضررة وإنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، فإن المملكة ستبادر بتقديم حزمة مساعدات إنسانية وإغاثية عاجلة للشعب الصومالي الشقيق للمساهمة في التخفيف من حدة الأزمة، إضافة إلى تنفيذ عدد من المشاريع التنموية في المجالات الصحية والتعليمية والاجتماعية في الصومال في فترات قادمة خلال هذا العام، وكذلك تنفيذ بعض الأعمال التطوعية الأخرى خصوصا في مجال الصحي، وجميعها ستنفذ عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وسيتم التنسيق في ذلك مع السلطات الصومالية المعنية. On behalf of the UN family again, I would like to reassure you about our commitment to work with the government of Somalia and to work with the respective donors like معالي أحمد محمد المولد and حكومة خادم الحرمين الشريفين to move things forward. And we would like to call on each one of us. They have a role to play. استجاب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للتدخل للتخفيف من معاناة المتضررين من الجفاف من أبناء الشعب الصومالي الشقيق، وذلك باعتماد تأمين وتوزيع 2838 طن من المواد الغذائية الأساسية على شكل سلال غذائية، سيستفيد منها 254,184 مستفيد من المتضررين من الجفاف، وتبلغ حبولة هذه المساعدات الغذائية أكثر من 70 طائرة شحن جوي. ولتوصيات سفارة بلادي المملكة العربية السعودية بالصومال وموافقة وآلية المركز، تم تأمين وتجهيز المواد الغذائية من السوق المحلي في الصومال دعما للحركة الاقتصادية في السوق الصومالي، وسيتم تنفيذ المشروع مع الشريك محلي أيضا جمعية التضامن الاجتماعي دعما لمنظمات المجتمع المدني الصومالي. واحد حباينا كنا واقعين مشروع عن إنه ده فريق هيصير رسمي أه. وحن دولة السعودية وسفير كنا قلت شو هي بن سلمان لبلبا قبل سنة يعني كردية أو لبلبا تدل كده. فإذا ذا اللي بعد كتير تواح هو ينتقاله وتغيير أي، وما هين خاشي لقى هني دبته، لكن حسيت هذا الصومالية هي بخارة ذا يراشين كه طلع كلاك صوصار، لقى يبسينه يو، أصلاً تقارها بخطر.